حاج سعد من الغربية من البحيرة، ايوه تفضل يا حاج سعد. سعد مرزوق، اهلا بيك يا استاذ سعد. الله يخليك. يا سامح بيه، انا اتصلت عليك الاسبوع اللي فات يا بيه علشان خاطر انا عندي المزجه الاخرانيه على طريق المعروف القديمه، واخد بال حضرتك، فما عملوهاش وتنفذ التطوير على نفس السرعه، ولغايه دلوقتي ما عملوهاش، وبيجوا عليها من 2007. هو انت كنت طالب ايه؟ كنت طالب ايه يا حاج سعد؟ انا كنت طالب التطوير يتنفذ عندنا يا بيه. طيب ما انا اقول لك على حاجه يا استاذه فاطمه، انت بلغت الري طبعا والزراعه. ايوه ماشي يا بيه، اسمعني بس عشان اقول لك حاجه يا حاج سعد. هو انت كلمتني الاسبوع اللي فات، يعني قول بقى لنا اسبوع هيجوا ينفذوا، هينفذوا التطوير في الاسبوع. نقول لحضرتك حاجه بقى، هو اتصل عليا المرشد الزراعي وقالوا لي اعمل شكوى وهاتهالي، ورحت وعملت الشكوى وقابلت وزير الزراعه وقابلت مدير الارشاد الزراعي وقابلت مدير الزراعه. قابلت وزير، نائب وزير الزراعه، مدير الزراعه ايوه، وقابلت رئيس الزراعي وقالوا لي اعمل شكوى، وعملت شكوى واخد بالك، وصدروها للتطوير يوم بتاريخ 15 7 اللي فات دي. هذا روتين يا بيه، يعني لو حضرتك تتصل بعتوها. لا اسمعني بس، ما فيش حاجه اسمها روتين، بعتوها للتطوير. ايوه بعتوها للتطوير. طيب ما احنا هنتابع في التطوير، بس انا لازم تبقى انت عارف حاجه يا حاج سعد، احنا ما احناش طرف يعني واسطه علشان نحقق منفعه، احنا بنوصل صوت الناس واحتياجاتهم ونتابع تنفيذ هذه المطالب. انا بتكلم وانا بتكلم مع المسؤول او فريق الاعداد، احنا بنتكلم بلسانكم، بنتكلم وبنشرح حالتكم وطبيعه الارض عندكم وايه المشاكل اللي بتواجهكم. يعني انت الموضوع خد اجراءات وما احنا ما سكتناش، بالعكس احنا كلمناهم، هم اتصلوا عليك تعال اكتب شكوى، خدوا الشكوى ودوها للتطوير. انا هتابع لك مع التطوير وان شاء الله. انت بقالك كام سنه عايز الموضوع ده يتم؟ من 2007 والله. طيب يعني انت مستكتر عليا اسبوع. من 2007، والمهم ان يعني انت بقالك 11 سنه ساكت، واحنا لما ابتدينا أيوة نشتغل ده انا بنجري لغايه ما باجي عندي احباط. لا ما يجيلكش احباط، احنا معاك ان شاء الله وربنا معانا. اديني فرصة هتابع مع التطوير وهرد عليك يا حاج سعد. حاضر، انا بشكرك.